السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولود العزيز، بارك الله فيك، اتفضل. ربنا يبارك في عمرك. بص حضرتك، أنا كنت اشتريت مقبرة تربة من الأخ اللي هو مسؤول عن التربة، فمشكلة أنا عايز مقبرة للعيلة يعني، فاشتريتها منه. قال لي المقبرة دي بتاعت واحد من مكان فلاني، وهو بحالي وأنا بحالك أنت. اشتريتها منه، كانت قديمة يعني، كان لها بتاع 30 سنة قديمة، حددتها وبنيتها من الأول واديته ثمنها وحسبته على كل حاجة. بعد سنة أو سنة ونص أو سنتين اتضح لي إن التربة دي مش بتاعت حد، يعني بتاعت حد والناس دي أصحابها يعني سايبينها من زمان، وإن التربة دي ما فيهاش لأصحاب، وهو يعني ضحك عليا وعمل لي عقد كده أي كلام وجاب لي تنازل من الناس. بس أنا اشتريت منه بعقد واديته فلوسه كامل، حقه كامل ومكمل. فأنا التربة دي يعني إيه مصيرها يعني دلوقتي؟ يعني هل أنا كده شاركت في الإثم؟ لا، هو الغشاش ليس عليك إثم، بس عفوا. المكان ده كان مكان قبور للصدقة ولا كان مكان عام ولا إيه بالضبط؟ هو يعني هي تربة بتاعت ناس، المقابر فيها تربة قديمة. يعني كان عفوا، كانت مقبرة موجودة. المقبرة موجودة. خلاص، أنت ما عليك، أنت إثمه على نفسه. إلا إذا جاء أصحابها وطالبوا بها تغير الوضع. تمام، لو جاء أصحابها وطلبوا عليها يبقى أنا أسفل. طيب، الله يسلمك، شكرا.